خلينا نقول الو كده، في حد حابب يكلمك على التليفون، نشوف هتعرف صوته ولا لا. ان شاء الله. نعم استاذ احمد، ازي حضرتك؟ مساء الخير، اهلا وسهلا. مش عايز اقول اسمه ولا اقول اسم، اقول عشان نعم. كابتن احمد عادل معانا على التليفون، اهلا وسهلا يا كابتن احمد. حبيبي سعداء بسماع صوتك. اخويا وحبيبي وعشره عم وصدق. ازيك يا دوله؟ حبيبي عامل ايه يا حبيبي؟ نور شاشه بيتك حبيبي يا دوله، ربنا يخليك يا عادل. حبيبي حبيبي، عامل ايه؟ وحشني. وانت يا استاذ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عادل. وانت عارف ان انا بحب لك الخير دايما. يمكن اكتر مثال يا استاذ احمد على فكره ان الحب كان موجود. يعني انا وعادل بنلعب نفس المكان. أيوة. بكرهيته وبكرهيته، طبيعي يبقى في منافسه وطبيعي يبقى في. بص، هو يشهد على كلامي ده. اولا كنا مع بعض مثلا بنبات مع بعض باستمرار، ما بنسيبش بعض في اي خروج، يا اما انا عنده يا اما هو عندي كده. بس يعني اساله هو ياكد ده كلامي. ده حقيقه يا كابتن احمد. كابتن احمد معانا على التليفون. طيب، واضح انه في مشكله في الاتصال، هنحاول نرجع لكابتن احمد مره تانية. بس ده مش طبيعي يا كابتن احمد، لما معاك حد في نفس المركز لازم تشغل عليه ولازم لازم تضايقه. ان شاء الله لما الاتصال يجي ان شاء الله هو هياكد لك كلامي ده. بالعكس، مش بص يا زحمة، هو ده الطبيعي المفروض موجود في الكوره عموما. اصل يعني انا مش انا اللي بلعب نفسي ولا هو اللي هيلعب نفسه. في جهاز موجود، في مدير فني موجود، انا علاقتي بيه كشخص صديقي او صاحبي او زميلي في الملعب مش هتاثر في حاجه. يبقى ايه المشكله ان انا وانت نبقى كويسين واللعب ده في ناس تانية مسؤولة عنه غيري وغيرك. أيوة. فده اللي كان موجود بالفعل، يعني كل الناس بتحب بعض. لا بس الروح اللي انت بتقول عليها دي يعني ما بتبقاش على طول هي القاعدة، غالبا بتبقى الاستثناء يعني. لا هو بس انا بقول ده الطبيعي اللي يبقى موجود. يعني الناس لو بصيت للموضوع بشكل اوسع شوية مش هيلاقوا غير كده. هو رجع لنا مرة تانية كابتن احمد عادل، اهلا بيك يا كابتن احمد مرة تانية. اهلا وسهلا. كان بيقول انه حضرتك يعني لما احمد صديق بينزل الملعب كنت بتبقى متضايق وعلى طول بتشتكي في وسائل الاعلام المختلفه وعامل مشاكل مع مدير الفني عشان انت. لا بص يا استاذ احمد، اللي كان البطولات دي ما كانتش من فراغ. الحب اللي كان بيننا وبين بعض لما بنتكلم في اوضه لبس، كان في اوضه لبس النادي الاهلي دي الحاجه اللي يعني حاجه عندنا في الكوره. الحب اللي كان بيننا لما بتتكلم ان انا بسيب شقتي وبقعد مع احمد صديق في الشقه، وفي نفس الوقت احنا قاعدين يعني بنلعب في مكان واحد زي ما بقول لك صديق. فالحب ده هتلاقي ليه نتاج بطولات وليه نتاج لتاريخ الحمد لله عملناه مع بعض. لما بتتكلم في ان يبقى في مكان واحد احمد صديق، احمد عادل، اسلام الشاطر، محمد بركات، احمد فتحي، هنا النجاح، هنا الحب. يعني اي حد صديق يلعب، احمد عادل يلعب، اسلام الشاطر، كنا بنحب الخير لبعض. ان احنا هدفنا واحد، اجتمعنا على هدف واحد ان احنا ازاي ندافع عن كيان النادي الاهلي. ومسؤوليه كبيره علينا كلعيبه واحنا النادي الاهلي حطينا كلعيبه في حته ما ينفعش ان انت تفكر في تعادل حتى. كان هدفنا كلنا المكسب، احنا بنلعب على رقم واحد، بنلعب على المركز الاول. ما فيش حاجه عندنا كان اسمها المركز الثاني او تعادل. ده كان باين في اللائحه بتاعت النادي الاهلي، يعني زي ما بقول لك صديق كنا كلنا مجتمعين على هدف واحد ان ازاي نحط النادي الاهلي ده في احسن مكان في افريقيا. ايه اللقطات يا كابتن احمد اللي تفتكرها لصديق في الملعب؟ يعني ايه الماتشات او اللقطات او اللحظات اللي بالنسبه لك كنت بتتفرج على كابتن صديق وشايفه في لحظه ما تتنسيش يعني؟ لا بص انا ممكن اقول لك في الغرف المغلقه. يلا معاك طبعا. جدا. اي حاجه قدام الناس كانت باينه. ايوه. يعني لو اقول لك مثلا صديق من انا بدات الاقي صديق من اول الناس اللي تيجي تقول لي محتاج حاجه، مش عايز حاجه، اعمل لك حاجه، يساعدني في الاوضه مثلا مع الدكتور، بربط مثلا. هتلاقي من اول الناس اللي صديق كان بيقف يعني محتاج حاجه، وهو اصلا المفروض ممكن مش هيبدا. العكس صحيح، كنت انا لما بشوف من صديق كده لازم اعمل معاه كده يعني. أيوة. في الخير وهو بيلعب، عشان كده كان هو يلعب انا العب اي حد تاني يلعب. كنا بنحب الخير لبعض، وده بدليل ان لحد مثلا قبل صديق ما يجي معاك يعني لسه على تواصل لحد امبارح. ايوه. بنتكلم وبنسال على بعض، وهو ده اللي كان بيننا. صحيح. فده هتلاقي ليه نتاج ان كلنا بنصب تحت كيان النادي الاهلي وتحت بيتنا اللي هو النادي الاهلي. موافق على الكلام ده يا كابتن احمد؟ دي حقيقه يا زحمه، يعني يمكن انا قلت قبل ما يقولوا لان فعلا دي حقيقه يعني. بشكرك كمان يعني من احب الناس ليا بصراحه. بشكرك يا كابتن احمد جدا، سعداء دايما بسماع صوتك. والحقيقه
ده نموذج، ودي ده يمكن يكون مثال بيلخص الحاله اللي بتجمع بين لاعيبه النادي الاهلي، اللي المنافسه بينهم بتصب في النهايه لمصلحه الكاهن. انا يمكن